في البداية باسم الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب كنشكروا الأساتذة والأستاذات الصحفيين اللي لبوا الدعوة ديال الجمعية الوطنية. هذا اللقاء بغينا نسلطوا الضوء ونرفعوا اللبس ونعطيوا توضيح بخصوص ما راج في أروقة مجلس حقوق الإنسان نهار الثلاثاء اللي فات. ان احنا نشرنا بلاغ ونشرنا واحد الفيديو متداول وباش نرفعوا اللبس يعني، وانتم السفراء اللي كتوصلوا الرساله اللي بغينا المواطنات والمواطنين باش يفهموا بالضبط ما الذي وقع. انتم عارفين جميع بان المغرب قدم التقرير ديالو الدوري امام مجلس حقوق الانسان، وهذه المساله من الامور اللي كنشجعوها كمحامين ديال انخراط المغرب في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا كيشرف البلاد ديالنا. نهار بالضبط نهار الثلاثاء كان المغرب غيقدم التقرير ديالو على الساعة الثانية والنصف مجلس حقوق الإنسان. أنا كنت متواجد للأمانة، التواجد ديالي في جنيف ماشي باسم الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنا كنت أمثل فيدرالية الجمعيات الأمازيغية في جنيف اللي كانت قدمت التقرير الموازي ديالها. كنت الى جانب مجموعه ديال الفاعلين المدنيين داخل اروقه مجلس حقوق الانسان في مقهى تيتجمعوا فيه كاع الوفود اللي كاينه تما. جا السيد وزير العدل سلم على الناس اللي كانوا حاضرين، انا كنت منهم، وبدون سابق اشعار عوض انه ما يلتزم بالرساله اللي جي يؤديها في جنيف هو تقديم التقرير ديال المغرب لان هذا وجهنا كاملين. صادف ذاك النهار ذاك اليوم الثلاثاء كانوا المحاميات والمحامين وانتم متبعين هذا الشيء دايرين وقفه امام البرلمان للتنديد بهذا الهجوم ديال هذه الحكومه على المحامين، سواء فيما يتعلق بالملف الضريبي اللي ممكن نعطوه فيه توضيح، او فيما يتعلق بالمسوده ديال القانون ديال المهنه اللي اعلنها وزير العدل بعيدا على المقاربة التشاركية اللي حكمت وزارة العدل مع المؤسسات المهنية للمحامين، والإعلان عن مباراة ديال الامتحان بدون توفير الشروط ديال العيش الكريم ديال هادو اللي غادي يلتحقوا المهنة المحاماة. السيد مجرد موقف مع الفاعلين المدنيين والمجتمعيين أول حاجة صرح بها أمامي وأمام الناس اللي كانوا حاضرين، وإلا غيزيد حتى ينكر ولا شي حاجة راحنا ما غنزيدوا عليه ولو كلمة واحدة ونتحدى. أول حاجة قال هادوك المحامون يعني اللي موقفين قدام البرلمان يعاودوا لمخهم أنا غندوز كلشي. يعني السيد هو اللي مكلف بالملفات، هو اللي تينوب على مجلس النواب، هو اللي تينوب على مجلس المستشارين، وبهذا المصطلح الذي لا يليق بمسؤول حكومي في منتظم دولي اللي فيه الصوره ديال البلاد ديال المغرب. واضاف انا كنت جالس ما في الاول قلت خلي هاد الراجل نشوفوا شنو ضاف، بان 95 في المحامون تيخلصوش الضرائب، 95% ديال المحامين ما تيخلصوش الضرائب ديالهم، وهذا الشيء علاش دايرين هذا الشيء. وزاد قال وهذا أخطر بكثير بأن المحاماة المغربية راهينة بيد العدل والإحسان. قال بأن فجاه هو الوزارة العدل لقى 21 محضر موقع من طرف الوزير السابق اللي هو الأستاذ مصطفى الرميد، ماشي الوزير اللي كان قبل منه، مع محامي واحد في الدار البيضاء محسوب على العدل والإحسان هو الأستاذ أغناج. أنا طرت في وجهه أولا لأن هذا الشيء يمس، أنا واخا كنمط الإطار ولكن صفتي كمحامي ما كتنتفيش عليا فين مشيت، ومن حقي أني نبين للناس اللي كانوا حاضرين تما الزيف ديال هذا الشيء اللي تيتحدث به هذا الوزير. خطبته أولا بأن لا يليق بك كمسؤول حكومي أنك تبقى تقول على المحامين يعاودوا لهم خهم انا غندوز اللي بغيت، وهذا الشيء اللي كتقول على الضرائب المحامون يعدون الضرائب ديالهم و
وإلا ما كيأديوش الضرائب راه كاينه طرق اللي كاينه عند الدوله، ولكن باش انت تفرض عليهم على مبالغ معينه ترهق بها الكاهل المواطنات والمواطنين، لان حنا راه ماشي كندافعوا، حنا نؤدي الضرائب ولكن ما بغيناش انكم تزيدوا ديروا عراقيل في وجه المواطنات والمواطنين الولوج للعداله. وقلت له الا عندك هاد المحاضر اللي كتدعيهم نشرهم، لان انا كنت عضو سابق في مجلس هيئه المحامون بالرباط في الفتره السابقه، وكنت متتبع للحوار اللي كان ما بين جمعيه هيئه المحامين ووزاره العدل، وفعلا توقعوا 9 ديال المحاضر اللي فيهم لجنه منتدبه من طرف جمعيه هيئه المحامون بالمغرب اللي توقعت مع وزاره العدل، ماشي انت ما تدعيه بان لقيتي المحاضر موقعه من طرف محامي محسوب على جهه معينه. بالتالي هاد الامور اللي اعتبرنا، اولا انت جيتي لجنيف باش تادي واحد الرساله باش تبين الوجه ديال البلاد ديالك، باش تمشي للكولوارات وتبقى تهضر على مشكل عندك ولا عندك مشكل شخصي مع 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 المحاميه والمحامي. بالتالي هذا هو اللي خلانا اليوم نوضحوا لكم ما الذي راج في جنيف، كيفاش هذا وزير العدل كيتصرف في هذا الملف بالضبط اللي ولا اعتبره بحال ملف ديال غالبيه مغلوب، ماشي ملف اللي ممكن يكون فيه نقاش يكون فيه حوار. حنا ما كان المحامين والمحاميات بمختلف التلاوين ديالهم ماشي تيقولوا حنا ضد الحوار، بالعكس حنا اصلا المؤاخذه ديالنا اللي كانت هو غياب المقاربه التشاركيه مع الممثلين ديال المحامون في الملفات، خاصه الملف اللي كيهم ديال الضريبه ولا ديال قانون المهنه ولا الاعلان على المباراه ديال الامتحان. بالتالي هذا هو التوضيح اللي بغينا نعطيه، واي سؤال عند الاخوان والاخوات بخصوص هذا الشيء اللي صرحنا به وهذا الشيء اللي وقع بالضبط في جنيف حنا مستعدين ليه. ومره اخرى شكرا لكم بالحضور ديالكم.